التي بعدها التيمم بالتراب المستعمل. التيمم بالتراب المستعمل، ما هو التراب المستعمل؟ مثل الماء، ما هو الماء المستعمل؟ التراب المستعمل هو ذلك التراب الذي يسقط من أعضاء المتيمم، يعني إذا تيمم وسقط التراب من أعضاء هذا هو، وليس ذلك التراب الذي يضرب عليه اليدين. يقول الشيخ سالمي: وكل ترب كان قبل استعمنا وبان عن عضو فلا تستعمنا. هذا بيان وجه ما يستعمله، لا حيثما الكف عليه يجعله. يعني كذلك الماء، الماء ما هو الماء المستعمل؟ هو ذلك الماء الذي يخرج من أعضاء الوضوء. الشخص يتيمم مثلا، نضرب مثال، شخص مخلي يعني أسفل منه حوض أو مثلا نقول سطل أو ماعون، يتوضأ ويخرج الماء من أعضائه ويصب في هذا الماعون، هل يسميه ماء مستعمل؟ هل يسميه ماء؟ لكن لو كان مثلا هناك ماعون ويتوضى منه عدد من الأشخاص، 3، 2، 3، 4، توضى هذا وبعدين توضى هذا وتوضى هذا، هذا ما يسمى ماء مستعمل؟ ما يسمى ماء مستعمل، هذا ماء عادي. مستعمل الذي يخرج كما قلنا من أعضاء المتوضي، كذلك هذا من التراب مستعمل الذي يخرج من أعضاء المتيمم. كما قال الشيخ: هذا بيان وجه ما يستعمل، لا حيث ما الكف عليه يجعله. نعم. طيب، هذا التراب الذي يخرج من أعضاء المتيمم، هل يجزي أن يتيمم به شخص آخر؟ في المسألة خلاف بين العلماء، مثل الوضوء. من علماء قال لا يجزي أن يتيمم به شخص آخر، ومن علماء قال يجزي أن يتيمم به شخص آخر مثل الوضوء. كذلك أيضا فيها الخلاف، نفس هذا الخلاف. نعم.